أنا بكون في فعاليات مؤتمر الحفل الثاني مركز شهيد للتحكيم الدولي، المؤتمر الرابع على التوالي. النهارده يعني أشرف بنشرف بحضور كوكبة من رجال الدولة والسادة السفراء والمستشارين السياسيين والصحفيين والسفارات العربية بالقاهرة. معكم أنا عبد الرحمن عامر، مدير تنفيذي مركز جديد للتحكيم الدولي. يعني هبدأ الأول بكلمة شكر وعرفان للأستاذ الدكتور يحيى الجبل رئيس مجلس الأمناء. لما جت أمريكا عملت المشروع اللي عملته في جنوب بايس اللي هو مشروع ديزني لاند، الشركة الأمريكية صممت على أنه لا تخضع للقضاء الفرنسي، والفرنسا المصممة في الأول أنه لا، لا بد من خضوع القضاء الفرنسي. ديزني لاند قال لا مش هنعملها. ديزني لاند بالنسبة لباريس مصدر سياحي رهيب، وهم في البلاد دي بيحترموا السياحة وبيحبوا السياحة وبيشجعوا السياحة، فبيعملوش ضربات وبيقفلوا اللوكنبات. يعني بلد زي مصر اللوكنبات كلها مقفولة الحمد لله. يعني عندنا سيمرانيس في حضراتكم، لكن لو تسألوا على فيه نزلاء في سيمرانيس ما فيهوش ولا واحد. أحد تلامذتي من الأقصر كلمني قال لي أنا حزين، الأقصر أغنى بلد في العالم بالآثار ليس كها سائر واحد. ده نتيجة اللي إحنا فيه يعني. نهايته مش وقته، إنما على كل حال التحكيم بقول لحضراتكم أصبح ضرورة مع تنامي التجارة الدولية. أن الشركات الدولية لا تريد أن تخضع نفسها للقضاء المحلي. أيضا حتى في داخل القضاء المحلي، حتى في داخل البلاد، في أنواع من العلاقات برضو غريبة عن القضاء المحلي. ولذلك إحنا عندنا في القاهرة مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي بقالنا سنين عاملين، وفيه نخبة من المحكمين الدوليين، و يعني انا شاركت فيه من الله يرحمه وتطور عليهم، ودلوقتي اخونا امين عام جامعه العربيه هو رئيس مجلس الامناء، وفي مجموعه من كبار المحكمين يعني. فايضا في الداخل اصبح التحكيم مساله اساسيه. دلوقتي في حاجة اسمها اتفاقية الاستثمار العربي، بتنظم الاستثمار بين الدول العربية وبعضها، وهذه الاتفاقية بدأ تطبيقها من شهرين ثلاثة، أول حكم صدر في ظلها من شهرين ثلاثة، طورت المحكمة كان بين رأسمالي كويتي البحر وبين دولة ليبيا، وصدر فيها حكم. الحكم متعسر بتنفيذه لأن ما عندناش محكمة تحكيم. الحقيقة الاتجاه الأخير، وهذا الاتجاه بيحمل اللواء السفير محمد الربيع، مستعجل أنتم ما تعرفوش إزاي. محمد الربيع ده اللي هو أمين مجلس الوحدة الاقتصادية، ودولة البحرين وافقت على انه تقام فيها محكمه التحكيم العربيه. وانا كنت في البحرين من فتره بسيطه وقابلت وزير العدل البحريني، ويعني تقريبا في اتجاه لهذا. زي ما بقول لحضرتك التحكيم النهارده بقى ظاهره اساسيه في فضل المنازعات، خاصة المنازعات اللي فيها جوانب تستعصي أو يصعب فهمها على القضاء العام، أو فيها جوانب
تخاف من تأثير الدولة على القضاء العام.